السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدا واحنا بنعمل أي موديل إن احنا بنعمل موديل ده للإنسان، يعني بنعمل مبنى للإنسان. فلذلك مهم جدا إن احنا نشوف لو احنا بنعمل مبنى بيستخدمه عدد كبير من الناس، زي مثلا محطات، زي مثلا ملعب كورة، إن احنا نعمل له محاكاة. ففي برامج بتعمل موضوع المحاكاة ده بشكل جيد جدا، بحيث إن انت تبقى شايف الناس هتبقى جاية ازاي، بحيث ممكن تلاقي تفاجأ مثلا إن في مكان هيحصل فيه زحام، والبرامج مثلا بتخليك تعمل اخلاء. مثلا انا ده القطر وجاي هينزل الناس كلها مره واحده، طب هل المسار اللي انت عامله متر دوت هيقضي ولا مش هيقضي؟ تمام. طب لو انت اضطريت ان تعمل اخلاء للمكان كله في لحظه مثلا، هياخد قد ايه موضوع الاخلاء دوت؟ هل المسارات اللي انت عاملها دي كافيه ولا مش كافيه؟ فبتعمل المحاكاه بحيث ان انت عامل المبنى ده للناس، فلازم الناس تكون مستريحه وتكون ما تقعدش في توابير كتيره، او ما تبقاش مثلا متضايقة. فبتعمل المحاكاة، وبطريقة المحاكاة برضه هيقول لك إذا كان في مثلا حاجة غير منطقية، حاجة قصيرة جدا، حاجة طويلة جدا، فتقدر تاخد بالك من المشاكل ديت على أساس مش بعد ما المبنى يتبني تفاجأ إن في حاجة والناس يعني متبقاش مبسوطة من المكان. فده هو محاكاة للناس ماشية إزاي. التجمعات، تمام، لازم يكون في أماكن مثلا الناس تقف فيها تستنى مثلا. طب هل المكان ده كافي ولا مش كافي للأعداد ديت؟ هل في مشكلة مثلا فمضطرين إن احنا نفصل بين مثلا المكان ده والمكان دوت، والأفضل إن احنا نسيبهم مفتوحين؟ فكل الحاجات دي من خلال المحاكاة، كأنك أنت بنيت المبنى والناس وفعلا اشتغل، وبعد ما اشتغل بدأت تظهر مشاكل. لا، احنا بنخلي المشاكل تظهر في المحاكاة بحيث إن احنا نحلها قبل ما المبنى يتبني.